خلاص استم ان شاء الله هذا الاسبوع الاثنين والاربعاء اكمل لكم اياها. ومبدئيا السيل فيزيولوجي داخل بالامتحان كليته، والنيرفس سيستم تقريبا يعني محاضرة اليوم مليون بالمية داخلة. أما المحاضرة الأخيرة أشوف احتمال يعني على الدوام نتفق إن شاء الله من أداوم، أشوف احتمال أدخلها واحتمال لا. أوكي نكمل طلاب محاضرتنا. Functional Classification of the Neuron، هذا التصنيف الوظيفي بالنسبة للخلايا العصبية، هو تماما نفس مثل ما أخذناه بالPeripheral Nervous System. راح تقسم الخلايا العصبية من ناحية الوظيفة إلى Sensory Neuron وموتور نيورونز. السنسر نيورون راح تكون قد تكون سوماتيك قد تكون فيزرال. السوماتيك راح تنقل للإيعاز العصبي من خارج الجسم مثلا العضلات الهيكلية وتوصلها إلى السنترال نيرفس سيستم. أما الفيزرال اللي هي راح تنقل للإيعاز العصبي من الأحشاء اللي موجودة في جسم الإنسان وتوصلها إلى السنترال نيرفس سيستم. والموتور نيورونز اللي هي راح شنو هي افرنت نيورون تنطي سيستم تمام نفس البيريفيرال نيرفس سيستم. ناخذ اليوم ان شاء الله والشغلات المهمه اللي هي الاكسايتيشن اند كوندكشن. نيرف سيلز هاف ا لو ثريشولد فور اكسايتيشن، تمتلك الخلايا العصبيه عتبه معينه للاستثاره. The stimulus may be electrical, chemical or mechanical. هذا المحفز قد يكون كهربائي، قد يكون كيميائي، قد يكون ميكانيكي. المهم يسوي لي تحفيز للخلية العصبية بحيث يتولد بها action potential اللي هو الإعاز العصبي. دكتورة بس الشعر واقف على فإنه القسم نوعين الأول. من البوتنشال. نعم دكتورة واقف على السلايد الأول. بس انا شو طالع يمي هنا أنا على السلايد الثاني طلاب الجروبات البقيه دكتورة على وعلى السلايد الثاني الاكزالتيشن اند كوندكشن بعد على الاول. ليش هسه هم بعد ليش ما دكتورة يمي على الثاني؟ يعني هسه من دا اشوف من عرضتكم دا اسوي الفيو نعم طلع يمكم طلع يمكم السلايد الثاني طلاب دكتورة ايه هسه تمام طلع يمكم ايه هسه دكتورة نعم دكتورة اوكي نرجع نكمل اوكي. فعندنا طلاب الاكزايتيشن اند كوندكشن، تمتلك الخلايا العصبيه عتبه معينه حتى تحدث بها الاستثاره العصبيه اي يحدث بها تولد اكشن بوتنشال. فعندنا اكو نوعين من البوتنشال، واحد اسميه نون بروباجيتد بوتنشال اللي هو لوكالي، والاخر اسميه بروباجيتد بوتنشال او الاكشن بوتنشال اور نيرف امبلسز اللي هو هذا المهم عندنا اللي هو الاكشن بوتنشال. These are the only electrical responses of neurons and other excitable tissue. يعني هي هاي الاستجابة اللي راح تكون الكهربائية وإضافة إلى الأنسجة العصبية اللي تستحق. And they are the main language of the nervous system. فالنيرف امبلس أو الأكشن بوتنشال هو لغة الخلايا العصبية. They are due to changes in the conduction of ions across the cell membrane that are produced by alterations in ion channels. يعني احنا شنو اللي راح يخلي الخليه العصبيه تستثار او تستحد؟ قلنا اما محفز electrical or chemical or mechanical. لكن شنو اللي راح يبدي لي يولد لي action potential؟ راح تتغير عندي شحنات موجوده على جانبي البلازما membrane للخليه العصبيه وتحديدا محور الخليه العصبيه. محور الخليه العصبيه عاده طلاب يكون بالخارج موجب وداخل الخليه راح يكون عندي سالب نتيجة وجود بروتينات. البروتينات في داخل الخلية راح شنو تحمل شحنة سالبة. هذه التغيرات بهذه الشحنات هي راح تبدي تولد لي شنو اكشن بوتنشال. طبعا وتقاس
الاستجابة الكهربائية أو الفولتية اللي موجودة أو الأكشن بوتنشال للخلية العصبية تقاس بالملي فولت، والسرعة مالتها راح تكون شنو بالملي سكند. يعني الخلية العصبية بالحقيقة لها فولتية كهربائية، ليش؟ لأن أكو عندها شحنات مختلفة خارج الخلية وداخل الخلية، خارج الخلية موجبة وداخل الخلية سالبة. أي تغير بهذه الشحنات نتيجة فتح قنوات الأيونات اللي راح تخلي الأيونات تدخل من خارج الخلية أو من داخل الخلية إلى الخارج، راح يبدي عندي شنو الأكشن بوتنشال. واضح هسه؟ شوي شوي راح تبدون تفتهموها إن شاء الله. السلايد الثاني طلع يمكم؟ نعم دكتورة طلع. طلع يمكم دكتور طلاب؟ تمام. Conduction is an active self-propagated process. عملية التوصيل هذه أو عملية حدوث الأكشن بوتنشال تكون عندي من نوع active، وتنتقل بشكل سريع من محور بداية محور الخلية العصبية وانتهاء لمحور الخلية العصبية. عادة عملية النقل مالت النيرف امبولس راح تكون constant amplitude and velocity، بسرعة وسعة ثابتة. The process is often compared to what happens when a match is applied to one end of a trial of gunpowder. يعني مثل عملية نقل الإيعاز العصبي على طول محور الخلية العصبية من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى، تماما من أرش باودر على الأرض وأسوي شنو؟ أوقده بالنار، تريجرينج أسوي له، وراح تبدي تنتقل الشرارة مالت النار على طول الباودر لمسار الباودر اللي أنا سويته. بالضبط نفس الشيء الإيعاز العصبي أو الأكشن بوتنشال راح ينتقل على طول محور الخلية العصبية. واضح لهنا؟ السلايد اللي بعده طلع عندكم اللي هو resting membrane potential. نعم دكتورة. تمام. اوكي، فنجي هسه راح ناخذ راح نبدي نفتهم شنو الاكشن بوتنشال وشنو اللي دا يصير بالخليه. نجي هسه نحكي في حاله الريستنج ميمبرين بوتنشال، في حاله الخليه وفي وقت الراحه ما بها اي استثاره عصبيه. A membrane potential results from separation of positive and negative charges across the cell membrane. احنا ذكرنا انه اكو عندي شحنات موجبه خارج الخليه العصبيه، يعني تحديدا خلوا بالكم دائما دا احكي عن محور خليه عصبيه، فعندي شحنات موجبه خارج البلازما ممبرين وشحنات سالبه نتيجه البروتينات في داخل محور الخليه العصبيه. في النيورونز the resting membrane potential is usually about سالب 70 ملي فولت. هذه طلاب خلوها ببالكم، الخليه في وقت الراحه اللي راح تكون بها الشحنات الموجبه للخارج والشحنات السالبه للداخل من قاسه والفولتيه مالتها لقوها جديد سالب 70 ملي فولت، which is close to the equilibrium potential for potassium ions، اللي هي راح تمثل لي حاله توازن لايونات البوتاسيوم، راح تكون بها ايونات البوتاسيوم الموجبه محصوره في داخل الخليه العصبيه وايونات الصوديوم خارج الخليه العصبيه. The resting membrane potential represents an equilibrium situation at which the driving force of the membrane permeates ion down their concentration gradient across the membrane is equal to the opposite. يعني شنو؟ يعني عندي هنا الشحنات المفصلة الموجبة اللي راح تكون خارج الخلية، اللي هي طبعا لأيونات الصوديوم، الموجبة لأيونات الصوديوم راح تكون خارج البلازما ممبرين مفصولة عن الأيونات السالبة، وراح تكون في حالة استقرار عند ايونات البوتاسيوم كلها داخل الخلية وايونات الصوديوم كلها راح تكون شنو خارج الخلية، يعني القوة راح تكون متماثلة. هذه في حالة الريستنج ممبرين بوتنشال، ايش قد الفولتية مالتها؟ سالب 70 ملي فولت. هنا شو تمثل لي؟ حالة توازن. اوكي نكمل. هذا فيجر يوضح لكم الايونات الموجبه اللي هي تابعه للصوديوم الى خارج محور الخليه العصبيه والايونات السالبه اللي هي نتيجه البروتينات، اوكي، واللي راح تكون بها شنو هو ايونات البوتاسيوم في داخل الخليه العصبيه. بس نوضح لكم المحاضره اكثر شويه شويه ان شاء الله تبدي توضح الصوره. النيورونز the concentration of potassium is much higher inside than outside the cell. في الخلية العصبية عندنا تركيز أيونات البوتاسيوم راح يكون أعلى في داخل الخلية أما خارج الخلية. And contains high concentration of negatively charged protein اللي هي الشحنات السالبة، while the reverse is
فور صوديوم ايون اللي راح تكون ايونات الصوديوم كلها خارج الخلية. This concentration difference is established by sodium potassium ATPase. شنو اللي راح يخلي لي ويحدد لي هذه انه وجود البوتاسيوم في داخل الخلية والصوديوم خارج الخلية؟ اكو عندي مضخات على طول محور الخلية العصبية اسميها صوديوم بوتاسيوم ATPase. هذه تنقل لي بالتبادل الصوديوم ويا البوتاسيوم. واضح؟ راح اشرح لكم اياها على الفيجر يكون افضل طلاب حتى تكون الصوره واضحه. اكو فيجر هسه اوضح لكم اياه كلش اسهل عليه. ضاعوا هنا هذا الفيجر. اول شيء الخط الاول الفوقاني البلازما ممبرين الاول. ضاعوا طلاب قراءه الفولتيج جيب سالب 70 ملي فولت. شبيه لو اجي اباوعش اكو موجود عندي، اكو عندي اللي باللون الاصفر قنوات ناقله للبوتاسيوم، وعندي على اليمين باللون البنفسجي قنوات ناقله للصوديوم ويا نفس الايون اللي هو يعني ملون وياه. وبالنص ايش اكو؟ اكو عندي صوديوم بوتاسيوم اي تي بي ايز. هذه مضخه تنقل لي الصوديوم والبوتاسيوم واحد عكس الاخر. واضح؟ في حاله الريستنج ميمبرين بوتنشال ذكرنا انه الفولتيج قد راح تكون سالب 70 ملي فولت. ايونات البوتاسيوم شبيهه راح تكون معظمها موجوده في داخل الخليه. ايونات الصوديوم شبيهه موجوده معظمها في خارج الخليه. المضخات هنا تستمر بادخال البوتاسيوم الى الداخل، وعندنا شنو هو؟ تستمر باخراج الصوديوم الى الخارج لحد ما تبقى توصل في حاله توازن. فدائما اصلا انا عندي ايونات البوتاسيوم عددها اكثر، فراح تكون شنو عندي الخليه؟ راح تكون في حاله توازن، الصوديوم الى الخارج والبوتاسيوم الى الداخل. هنا الخليه ما بها اي حاله استثاره. ايش قد الفولتيه مالتها بريستنج ممبرين بوتنشال وقت الراحه مالتها؟ سالب 70 ملي فولت. هذا هو المهم بالريستنج ممبرين بوتنشال. واضح؟ نجي اكمل لكم. نرجع نرجع هنا هسه ناخذ الاكشن بوتنشال. بس عرفت شنو بالريستنج ممبرين بوتنشال شنو اللي يهمني؟ واضح؟ عندي الفولتيه وعندي شنو الايونات اللي خارج الخليه وشنو الايونات اللي داخل. نجي ناخذ الاكشن بوتنشال اللي هو كلش كلش مهم. اكشن بوتنشال ار بروباجيتد تشينجز ان ذا ترانس ممبرين بوتنشال. تغيرات راح تحدث في جهد الخليه. تنتشر هذه التغيرات على طول محور الخلية العصبية اللي تم استثارتها. An action potential generally begins at the initial segment of the axon. عادة يبدي يتجمع الاكشن بوتنشال ويتركز وين؟ في الانيشال سيجمنت. تتذكروها المنطقة اللي بداية محور الخلية العصبية اللي هي بداية ارتباطها بجسم الخلية العصبية. The action potential is then propagated along the length of the axon reaching to the synaptic nodes. راح ينتقل من بداية الانيشال سيجمنت لمحور الخلية العصبية وينتهي لمن؟ إلى السينابتيك نوفز اللي هو راح ناخذ شنو اللي يصير بها بعدين. هسه نجي نحكي عن الأكشن بوتنشال. The stimulus that initiate an action potential is a depolarization large enough to open voltage regulated sodium channels. And the opening occurs at the transmembrane potential called the threshold minus 60 millivolt or minus 55 millivolt. عند الخلية العصبية جاها يعني فد استثارة معينة. هاي الاستثارة المعينة ايش سوت عند لاب؟ سوت عندي اكشن بوتنشال. اول شيء تركز وين؟ ببداية جسم الخلية العصبية، ومن ثم وصل وتجمع الى الانيشال سيجمنت اللي هو شنو؟ بداية محور الخلية العصبية. من تجمع هنا ايش سوى لهذه الاستثاره؟ فتحت لي قنوات الصوديوم اللي شفتوها بالفيديو السابق اللي قبل شوي عرضت لكم اياه. فتحت قنوات الصوديوم، ايش سوت؟ دخلت الصوديوم من خارج الخليه لمن؟ الى داخل الخليه العصبيه. هنا هذه الحاله ايش سوت لي من دخلت ايونات الصوديوم؟ تغير الفولتيه اللي موجوده على الخليه العصبيه. ايش صار بالفولتيه؟ عندي صعدت الفولتيه، كانت في وقت الراحه سالب 70، هنا وصلت لي وين؟ وصلت الى سالب 55 او من ثم شنو الى سالب، عفوا الى سالب 60 ومن ثم الى سالب 55. من وصلت لهاي الفولتيه ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي تريجرنج
لكل قنوات الصوديوم راح تفتح على طول محور الخلية العصبية. هذه أسميها الـ threshold for excitation. واضح طلاب؟ من انفتحت عندي قنوات الصوديوم، دخل عندي الصوديوم إلى داخل الخلية العصبية، فصار عندي استثارة، ومن ثم راح رفعت عندي الفولتية من سالب 70 إلى سالب 60، ومن ثم إلى سالب 55. من توصل لهذا الرينج إيش صار عندي؟ صار عندي تريجرينج، عملية تحفيز لفتح كل قنوات الصوديوم على طول محور الخلية العصبية. واضح لهنا؟ هاي الحالة إيش أسميها؟ depolarization، زوال الاستقطاب. أوكي؟ من صارت عندي depolarization واستمر على طول محور الخلية العصبية، راح تدخل عندي كل أيونات الصوديوم المن إلى الداخل. واضح لهنا طلاب؟ هذه الحالة this is called the all or none principle because stimulus either triggers a typical action potential or does not at all. يعني هنا عندي المؤثر اللي سوالي فتح لقنوات الصوديوم وبداية الأكشن بوتنشال، مجرد ما انه انفتحت قنوات الصوديوم خلاص صارت عندي أكشن بوتنشال بغض النظر عن المحفز سواء كان قوي أو ضعيف. مجرد ما خلالي الفولتية توصل إلى العتبة ويفتح لي كل قنوات الصوديوم فهذا هو يعتبر محفز. هاي الحالة ايش سميناها؟ عملية depolarization، زوال الاستقطاب. واضح؟ نجي نكمل. Depolarization to threshold before an action potential can begin. An area of excitable membrane must be depolarized to threshold by local current. Activation of sodium channels and rapid depolarization are the threshold. The activation gate open and the cell become much more permeable for sodium by the effect of the electrochemical gradient. Sodium rush into the cytoplasm and rapid depolarization. اوكي واضح شرحت لكم اياه هذا. هسه نجي نكمل بعد ذلك شو يصير. احنا وصلت العتبه الى سالب 60 ومن ثم سالب 55، انفتحت عندنا كل القنوات اللي موجوده على طول محور الخليه العصبيه ودخل الصوديوم الى داخل الخليه العصبيه وسمينا هاي الحاله حاله شنو؟ depolarization. بعد ذلك شنو اللي راح يصير عندنا؟ Sodium channel inactivation and potassium channel activation. احنا من دخل الصوديوم الى داخل الخلية العصبية ما بقعت الفولتية على يعني على سالب 55، بقت ترتفع كل ما يدخل الصوديوم كل ما ترتفع الفولتية. ووين راح توصل؟ الى ان توصل الى موجب 30 او موجب 40. من توصل لهذه البيك مالتها ايش راح يصير عندي هنا؟ راح تبدي تغلق قنوات الصوديوم. يصير عليها عملية شنو؟ ان اكتيفيشن. ايش وقت من توصل الفولتية الى موجب 30 او موجب 40؟ ايش صار بقنوات الصوديوم؟ انغلقت. بس هنا ايش راح يصير عندي وياها؟ قنوات البوتاسيوم راح تنفتح. واضح؟ صوديوم channel ان اكتيفيشن اند بوتاسيوم channel اكتيفيشن at transmembrane potential of positive 30 millivolt then activated gates of voltage regulated sodium channels begin closing. This step is called sodium channel inactivation. At the same time, potassium channels are open. واضح؟ نجي أوضح لكم إياها هنا هسه على الفيجر بشكل أوضح. إحنا resting membrane potential افتهمنا، الصوديوم كله للخارج والبوتاسيوم كله للداخل والفولتية minus 70 ملي فولت. نجي ناخذ من صار عندي محفز للخلية العصبية. ايش سوى لي هذا التريجرينج؟ سوى لي اكشن بوتنشال بسيط تجمع وين؟ بالانيشال سيجمنت لمحور الخليه العصبيه. ايش فتح لي؟ فتح لي قنوات الصوديوم. بدا يدخل الصوديوم الى داخل الخليه العصبيه ووصل الى عتبه معينه اللي هي 55 سالب 55 وسالب 60. ايش راح يسوي لي بعد ذلك؟ راح يسوي عمليه ديبولاريزيشن، يعني فتح لي كل قنوات الصوديوم اللي موجودة على طول محور الخلية العصبية ويبدي يسرب الصوديوم من الخارج إلى داخل الخلية. هذه حالة شنو؟ اللي هي الأكشن بوتنشال اللي يبدي ينتقل من محور الخلية العصبية بدايته إلى النهاية. بعد ذلك أنا من يبدي يدخل الصوديوم عندي إلى الداخل وبدي يزداد راح تتغير عندي الفولتية، فراح توصل المن توصل إلى موجب 40 أو موجب 30. إيش راح يصير بهاي الحالة؟ راح تغلق قنوات الصوديوم وتفتح قنوات البوتاسيوم.
قنوات البوتاسيوم ايش راح تسوي؟ حتطلع لي البوتاسيوم الى الخارج، وايش راح يصير عندي العمليه هنا؟ العمليه معاكسه، راح يصير البوتاسيوم للخارج والصوديوم شنو هو؟ الصوديوم المن الى الداخل. هنا بهاي الحاله ايش صار عندي؟ ايضا صار عندي فرق بالجهد الكهربائي. فايش راح يسوي؟ راح يرجع يخفض الفولتيه شويه شويه الى ان تغلق كل يعني عفوا الى ان ترجع الفولتيه الى سالب 70 وترجع الى وقت الراحه مالتها. واضح طلاب؟ طلاب الى هنا اكو احد عنده سؤال؟ طلابنا اكو احد عنده؟ واضح نعم دكتورة، واضح. نعم طبعا. الصوديوم بوتاسيوم تبقى تستمر، صوديوم بوتاسيوم اي تي بي ايز المضخه تبقى تستمر في حاله الريستنج ميمبرين بوتنشال، تدخل لي ترجع لي الصوديوم للداخل. معنى الصوديوم خرج من وصلت الفولتيه لل 30 او ال 40، الصوديوم فتحت قنوات، العفو البوتاسيوم، قنوات البوتاسيوم مو انفتحت والصوديوم انغلقت، طلع عندي البوتاسيوم كله الى الخارج. صار عندي ايضا فرق بالجهد الكهربائي، المضخه هنا ايش راح تسوي؟ راح تنفتح، راح تدخل لي ترجع لي البوتاسيوم للداخل وتطلع الصوديوم الى الخارج. واضح؟ حتى ترجع الخليه الى الريستنج ممبرين بوتنشال. فبهاي الحاله ايش راح يصير عندنا؟ راح ترجع الفولتيه الى سالب 70، فهنا اللي هو هذا السلسلايد، ريتن تو نورمال بيرميابيلتي، فولتج ريجوليتد صوديوم شانلز ريمين ان اكتيفيتد انتل ذا ممبرين ريبولارايز تو ثريشولد، ترجع الى سالب 60 ملي فولت، then they remain closed but capable opening. Voltage regulated potassium channel begin closing at membrane reach normal resting membrane potential about minus 70. راح نيجي دور شنو بعد ذلك؟ اللي هي المضخات اللي راح ترجع تدخل لي البوتاسيوم الى الداخل وتطلع لي الصوديوم الى الخارج وترجع لي الخليه الى شنو هو؟ حاله resting membrane potential. واضح طلاب الاكشن بوتنشال كلش مهم ترى. هنا أنا هذا فيجر سكيم ايضا مهم جدا جدا، هذا السكيم هو هم يلخص لكم الاحداث اللي صارت. لو تجون تشوفون هنا أنا هذه عندي فولتيه، قراءه فولتيه، وهنا أنا نقدر نقول عليه التايم. فهنا أنا عندي السالب 70 ملي فولت اللي هو ريستنج بوتنشال، لو تشوفون لي باللون هذا اللي برتقالي يجي من عنده بالاصفر، من صار عندي ستيمولس محفز للخليه العصبيه سوى عندي فتح قنوات الصوديوم اللي هي بالانيشال سيجمنت، وبدت عندي تدخل قنوات الصوديوم، تدخل الصوديوم الى الداخل، راح ترتفع عندي الفولتيه. من توصل سالب 55 صار عندي هاي الثريشولد، بعد ذلك تستمر عمليه الانطلاقه بالديبولاريزيشن، فتح كل قنوات الصوديوم على طول محور الخليه العصبيه، وترتفع الفولتيه عندي ما بين موجب 30 الى موجب 40 اللي هو هذا البيك. بعد ذلك راح يصير عندي شنو هو؟ ان اكتيفيشن لقنوات الصوديوم وعمليه اكتيفيشن للبوتاسيوم، ومن ثم بعد ذلك تشتغل عندي المضخات حتى ترجع البوتاسيوم الى الداخل وتقل الفولتيه. بهذه الحاله ترجع تنخفض الى السالب 70 ويدخل البوتاسيوم يرجع الى داخل الخليه والصوديوم يطلع الى خارج الخليه. هذا السكيم طلاب هم يلخص لكم الاحداث اللي صارت، وعندنا هذا الفيجر ايضا هم يلخص الاحداث اللي دا تصير من رقم 1 و2 و3 و4. هذه ايضا تطلعون عليه مهم النقاط اللي موجوده بيه ولا بونا، بس هنا صاير على شنو؟ على هيئه نقاط. هذا السلايد النقاط اللي موجوده بيه والشرح ايضا يلخص لكم السلايدات اللي قبله. واضح طلاب؟ نجي نكمل هسه، ناخذ الكيميكال ترانسميشن ات ذا سينابس، ايضا هذا الموضوع مهم. The action potential in the presynaptic cell is transmitted to the postsynaptic cell via chemical signals, which in turn triggers an action potential in the postsynaptic cell. احنا عندنا الاكشن بوتنشال من بدا في بدايه الانيشال سيجمنت لمحور الخليه العصبيه، راح يروح المن الى نهايه محور الخليه العصبيه، ومن ثم بعد شنو راح ينتقل المفروض الى خليه عصبيه اخرى. زين شلون راح يصير عمليه الانتقال؟ هسه احنا داخل خليه عصبيه وحده افتهمنا اللي دا يصير، بس انا شلون راح ينقل الايعاز العصبي هذا او الاكشن بوتنشال الى خليه عصبيه اخرى؟ هنا طلاب العمليه راح تبدي
when the action potential of the presynaptic cell reaches the terminal bulb, it triggers the opening of voltage-gated calcium channels in the plasma membrane. أشرح لكم إياها على الفيجر هواية أحسن، كلش تتوضح. هنا أنا. تشوفون طلاب هذا السلايد؟ باعوا على اليسار. أكو عندي رقم واحد، إيش مكتوب بي؟ مكتوب بي action potential. أنا هسه الأكشن بوتنشال بدأ من محور الخلية العصبية، بس الصورة اللي عندي نهاية محور الخلية العصبية اللي بيها رقم واحد أكشن بوتنشال. فوصل وين؟ تتذكرون من ذكرنا بالمحاضرة السابقة محور الخلية العصبية يتفرع إلى تفرعات، هاي التفرعات أسميها شنو؟ اللي تابعة لهذا الخلية اللي هي بري سينابتيك سيل، والتفرعات تيرمينال بالب أو البري سينابتيك تيرمينالز، واضح تذكروها. رقم واحد عندي هنا الاكشن بوتنشال وصل لمن؟ الى السينابتيك تيرمينال، واضح؟ ايش سوي هنا هذا من وصل الى نهايه محور تشجرات محور الخليه العصبيه او السينابتيك بالب او السينابتيك تيرمينال؟ ايش سوي من وصل لهذا المكان؟ نشط عندي قنوات الكالسيوم اللي هي رقم اثنين، شوفوها هنا تنشطت عندي قنوات الكالسيوم، ايش صار بيها؟ دخلت للكالسيوم من خارج الخلية المن إلى داخل الخلية. حال دخول الكالسيوم إلى الداخل إيش سوى؟ سوى عملية تنشيط للسينابتيك فيزيكال، تذكرون قلت لكم هاي المنطقة تكون مملوءة بالحويصلات اللي بداخلها نواقل عصبية. إيش راح يسوي الكالسيوم من يدخل؟ راح يحرك لي هذه السينابتيك فيزيكالز اللي موجودة ومملوءة بها نواقل عصبية ويدمجها ويا من ويا البلازما ممبرين ويحررها يطلقها إلى الخارج. فحال ما تتحرر هذه النواقل العصبية المن إلى منطقة السينابتيك كليفت، سينابتيك كليفت اللي هي منطقة التشابك العصبي ما بين نهاية خلية عصبية وبداية جسم لخلية عصبية أخرى. فش تحرر عندي؟ تحرر عندي النيورو ترانسميتر. وين راح يروح النيورو ترانسميتر؟ عندي جسم خلية عصبية أخرى بها سبايك، هاي السبايك شبيهة تشجرات اللي موجودة بجسم الخلية العصبية بها ريسبترات. هاي الريسبترات ايش راح يرتبط بيها؟ حيرتبط بيها النيورون ترانسميتر. حال ارتباط النيورون ترانسميتر والاس ريسبتر اللي موجوده على سبايك لجسم خليه عصبيه اخرى راح يبدي يسوي لي تريجرينج فور اكشن بوتنشال، واضح؟ يرجع يتركز الاكشن بوتنشال لمحور الخليه العصبيه التاليه ومن ثم ينطلق الى نهايه المحور، وهكذا ينتقل الايعاز العصبي من خليه عصبيه إلى خلية عصبية أخرى. واضحة طلاب لهنا؟ طلاب واضحة. هذا عندنا فيجر آخر يوضح لكم الحكي اللي حكيته كلش حلو طبعا هذا السلايد، أيضا النقاط مالته مهمة. واحد عندي هذا تيرمينال بالب لمحور خلية عصبية، رقم واحد أكشن بوتنشال ريتش البري سينابتيك تيرمينال، أوكي وصل عندي الأكشن بوتنشال إلى البري سينابتيك تيرمينال. النقطة الثانية صار depolarization of presynaptic terminal opens ion channels allowing calcium into cell. بس سوالي نشط لي قنوات الكالسيوم، دخل الكالسيوم إلى داخل الخلية. Calcium triggers release of neurotransmitter from vesicles. سوالي الكالسيوم نشط لي الحويصلات اللي بها النيوروترانسميتر حتى تخرج إلى الخارج، حررها إلى الخارج. نقطة رقم أربعة neurotransmitter binds to receptor sites on postsynaptic membrane، واضح ارتباط بالريسبترات اللي موجودة بجسم خلية عصبية أخرى اللي سميناها postsynaptic cell، واضح لهنا. نجي نقطة رقم خمسة opening and closing of channel cause change in postsynaptic membrane potential. ايش حفز لي عملية دا تشوفون الأيونات الموجبة اللي باللون الأحمر والسالبة سوى عندي شنو؟ تغير بالشحنات يعني فتح لي قنوات الصوديوم وسوى لي أكشن بوتنشال. نقطة رقم ستة أكشن بوتنشال بروباجيتس ثرو ذا نيكست سيل راح ينتقل إلى الخلية التالية. وعندنا نقطة رقم سبعة نيورو ترانسميتر إز إن أكتيفيتد أور ترانسبورتد باك إنتو بري سينابتيك تيرمينال. العصبية اللي بقت الزائد ايش راح يصير بيها؟ اما ترجع على البريسينابتيك سيل او يصير عمليه ان اكتيفيشن. واضح طلاب؟ هسه عمليه الكيميكال ترانسميشن اوف اكشن بوتنشال فروم سيل تو انذر سيل، واضحه العمليه على الفيجر كلش واضحه، وهاي النقاط كلش حلوه وسهله وتبسط لكم الشرح. طلاب لهنا
هسه ناخذ السالتيتري كوندكشن. مايلين از ان افكتيف انسوليتر، المايلين شيل عازل كلش قوي، and current flow through it is negligible. Instead polarization in myelinated axon jumps from one node or from there to the next. This jumping of depolarization from node to node is called saltatory conduction. It is a rapid process that allows myelinated axons to conduct up to 50 times faster than the fastest unmyelinated fibers. عندنا احنا المايلين شيد اللي يغلي في محاور الخلايا العصبيه اللي هو تابع للاتش 1 سيل، ما راح قلنا انه هذا المايلين شيد يعني طول محور الخليه العصبيه هو دفع عليه خليه اتش 1، لا، وانما خليه تترك فراغ تجي خليه اتش 1 اخرى يترك فراغ وهكذا. فهذه الفراغات طلاب الاكشن بوتش وين راح يصير؟ راح يصير بالان مايلينيتد اكزون، الجزء المتبقي الفراغ اللي سويناه سميناه نود اوف رانفير هو الاكشن بوتنشال راح يصير به. فراح يصير الاكشن بوتنشال، اكشن بوتنشال شنو هو؟ سالتيتري قفزي يقفز from one node of رانفير to another. حتى شنو هو؟ تصير عمليه سريعه للاكشن بوتنشال ونقله من خليه عصبيه الى خليه عصبيه اخرى. واضح لهنا؟ عفوا. فالخلايا العصبيه اللي تكون بها المايلين شيث يعني سرعة عملية نقل الأكشن بوتنشال تقارب ب 50 ضعف عن نقل الإعادة العصبية أو نقل الأكشن بوتنشال لمحاور الخلايا العصبية اللي ما بيها ما يمشي. أوكي نكمل. هسا ناخذ الأورثودروميك أند أنتيدروميك كوندكشن. سوري أختصر لكم إياه. هذا إحنا عندنا العملية نقل الأكشن بوتنشال من محور خلية عصبية بداية إلى نهاية راح يكون باتجاه واحد، وهذا النوع من النقل اللي هو الطبيعي اللي موجود بالخلايا العصبية أسميه بالأورثودروميك كوندكشن. واضح؟ أورثودروميك كوندكشن هو نقل الأكشن بوتنشال من بداية محور الخلية العصبية إلى نهاية محور الخلية العصبية باتجاه واحد اللي هو الاتجاه الطبيعي مالته، أطلق عليه بالأورثودروميك كوندكشن. أكو نوع آخر من الكوندكشن اسميه الانتيدروميك. هنا الاكشن بوتنشال راح ينشعل وين يصير؟ يصير في منتصف محور الخليه العصبيه. من يصير في منتصف محور الخليه العصبيه ايش حيصير بيه؟ حيصير باتجاهين متعاكسه، واحد باتجاه نهايه المحور وواحد باتجاه الخليه العصبيه. Because synapses unlike axons permit conduction in one direction only, an antidromic impulse will fail. هذا النوع راح شنو يفشل؟ To pass the first synapse they encounter and die out at the point. At that point راح يفشل. ليش؟ صار باتجاهين متعاكسة. هاي الاتجاهين المتعاكسة أصلا راح يضعف من بين ما يوصل إلى نهاية محور الخلية العصبية، راح يكون كل شوي، فما راح يسوي عملية triggering للأكشن potential آخر، واللي راح يروح باتجاه جسم الخلية العصبية أيضا ما راح يعني شو اسمه ما راح يسوي عملية تحرر للنورو ترانسميتر لأنه ما راح تكون موجودة في جسم الخلية العصبية. فهذا النوع من الاكشن بوتنشال اذا صار في منتصف محور الخليه العصبيه اطلق عليه الانتيدروميك، وبالنهايه هو راح يفشل ما راح يسوي له عمليه نقل اكشن بوتنشال لخليه عصبيه اخرى. ناخذ النير فايبر تايبس اند فانكشن. ماميليان نير فايبر ممكن ان تقسم الى اقسام A, B, C لجميع، وهذه ممكن على سبيل المثال عندنا جروب A ممكن يصير بسب ديفيجن الى الفا وبيتا وجاما وليمدا. هذا الكلاسيفيكيشن لمحاور الخلايا العصبيه يعتمد على محور الخليه العصبيه and electrical characteristics and function. In general بصوره عامه the greater the diameter of a given nerve fiber the greater its speed of conduction. كل ما كان محور قطر محور الخليه العصبيه كبير كل ما كان سرعه نقله للإعازة العصبيه اقوى. The large axons are concerned primarily with the proprioceptive sensation. عندنا المحاور الكبيرة بجسم الإنسان عادة هي راح تكون مسؤولة عن الإحساس التحسسي وعن الصوماتيك موتور فانكشن وعن الكونشيس تاتش اللي هو اللمس الواعي and the pressure. While the smaller axon subserve pain المحاور الصغيرة راح تكون مسؤولة عن الإحساس بالألم ودرجات الحرارة and autonomic function. راح تكون بها هذه المحاور شنو؟ صغيرة قطرها صغير إضافة إلى قصرها.
In addition to variations in speed of conduction and fiber diameter, the various classes of fibers and peripheral nerves differ in their sensitivity to hypoxia and anesthetic. عندنا ايضا محاور الخلايا العصبيه اللي موجوده بالاطراف ايضا تختلف من محور خليه عصبيه لمحور خليه عصبيه اخرى حسب استجابتها وتاثيرها بالاكسجين والتخدير. يعني ما بيفتش هذا السلايد، طلاب بتسمعوني لو لا؟ و نعم تمام دكتور، اوكي، نسمع واضح. عبالك طال النت. اوكي نرجع نكمل، خلصنا ان شاء الله ما بقى شيء. راح ناخذ ريجنريشن اوف كات اديزون، عملية إعادة توليد لمحور الخلية العصبية اللي تم قطعه. When an axon in a peripheral nerve is cut، لما عندي محور لخلية عصبية بال peripheral nervous system يصير بعملية cutting. The distal portion of the axon that was severed from the cell body degenerates and is phagocytosed by Schwann cell. من يقطع محور خلية عصبية بالجهاز العصبي المحيطي، الجزء اللي انفصل اللي صار بعيد وانقطع ايش راح يصير به؟ عملية phagocytosis by Schwann cell. The Schwann cell surrounded by the basement membrane then form a regeneration tube as the part of the axon that is connected to the cell body begins to grow and exhibits amoeboid movement. عندي خلية Schwann cell اللي باقية بمحور الخلية العصبية اللي ما زال جزء من عنده مرتبط وين؟ بجسم الخلية العصبية. خلية Schwann cell هنا ايش راح تسوي؟ يعتقد انها تفرز مواد كيميائية. The Schwann cell of the regeneration tube are believed to secrete chemicals that attract the growing axon tip. هذه الكيميكالز ايش راح تسوي؟ تبدي تسحب محور الخلية العصبية اللي باقي جزء من عنده مرتبط بجسم الخلية العصبية تسحبه باتجاهها. And the regeneration tube helps to guide the regenerating axon to its proper destination. وبالتالي توجه السيتوبلازم اللي سحبته من الجزء المتبقي لمحور الخلية العصبية اللي مرتبط بجسم الخلية العصبية ما زال مرتبط تسحبه باتجاهها وتوجهه نحو المسار الصحيح اللي كان المحور سابقا موجود به. فهذه العملية شو اسميها؟ regeneration of a cut axon. يعني إذا صار عندنا قطع لعصب لمحور خلية عصبية في الجهاز العصبي المحيطي ممكن أن يرجع إلى وضع الطبيعي. الجزء اللي انقطع وراح بعيد وتلف راح يصير عملية phagocytosis إله، أما الجزء المتبقي مرتبط بجسم الخلية العصبية خلية شوان راح تبدي تسحب السيتوبلازم بحركة أميبية باتجاهها وتسوي مثل التيوب ومن ثم ترجع تغلف وتمده بالاتجاه الصحيح وهكذا تصير عملية regeneration of a cut axon. Even a served major nerve may surgically reconnected and the function of the nerve largely re-established if the surgery is performed before death occurs. أيضا ممكن أنه هذه العملية إذا كان العصب اللي مقطوع كلش قوي بالأطراف أو غيره ممكن إذا الطبيب الجراح استعجل بالموضوع قبل أن تموت الأنسجة يرجع يربط محاور الخلية العصبية اللي انقطع ويا الجزء المتبقي الآخر وترجع العملية إلى وضعها الطبيعي. هنا أنا هذا الفيجر يوضح لكم هذه الحالة. هنا عندنا تشوفون سايت اوف انجري قطع لمحور خلية عصبية. هنا أنا صار عملية فاجوسايتوسيس للديستال ستامب يعني بالجزء البعيد بينما الجزء المتبقي ايش راح يصير به؟ هنا أنا تشوفون خلية شوان سيل بدأت مدت مثل التيوب أو حركة أمبية للسيتوبلازم اللي موجود. بعد ذلك هنا أنا راح يبدي يمتد وترجع تغلف خلية شوان سيل حول الجزء اللي يمتد من السيتوبلازم أو محور الخلية العصبية وتمده وتسيره باتجاه أو المسار